خبر التاني، أهلي 2008 بيفوز على الإسماعيلي بثنائية في بطولة الجمهورية. 2008 قدروا يفوزوا أيضا بثنائية على بطولة الجمهورية، والمباراة دي سجلناها ومعانا دلوقتي أهداف المباراة سجل فيها للنادي الأهلي ياسين ياسر وعبد الرحمن رامي مانو. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي أهداف المباراة. الهدف الأول شايفين الضغط العالي اللي بيعمله لاعبي النادي الأهلي، هنا قدر يتصدى ليها حارس مرمى الإسماعيلي يطلعها ركنية، لكن الضغط العالي ضغط عالي ومميز من لاعبي النادي الأهلي بقيادة الكابتن تامر حسن. النهاردة قدر النادي الأهلي يسجل أول أهدافه من ركنية رائعة من اللاعب ياسين ياسر، هدف أكثر من رائع. وبداية الجملة الضغط العالي ده لاعيبة النادي الأهلي بتحفظوه، ده زي شغل الدرجة الأولى بالظبط مع كولر، إزاي تعمل الضغط العالي بيتعلموه لاعبي النادي الأهلي. ده الهدف الثاني عن طريق اللاعب عبد الرحمن رامي مانو الشهير بمانو، هدف حلو تحرك قدر يركنها على يمين حارس المرمى لتصبح النتيجة 2-0 للاعبي النادي الأهلي. وبهذه النتيجة أصبح النادي الأهلي أيضا في دوري 2008 دوري الجمهورية متصدر بطولة الجمهورية. نروح نشوف لقاءات ما بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي بثنائي. بشكر اللعيبه النهارده اداء كويس، ومباراه سموحه كمان اللي فاتت عملوا اداء مشرف. الحمد لله رجعنا تاني تصدرنا البطوله. ان شاء الله عندنا ماتش مهم الجمعه الجايه ان شاء الرحمن، هنبي في انبي ان شاء الله، فاهم؟ ان شاء الله نفرق في النقط ان شاء الله ونتصدر لحد نهايه الدوري باذن الله. غيرنا اسلوب اللعب، احنا بنلعب 4-2-3-1، بنلعب 4-4-3، فكل الولاد حافظين. انا عندي القماشه كلها بسم الله ما شاء الله، القماشه كلها اي حد ممكن يلعب، فانا ما عنديش مشكله الحمد لله ان كل اللعيبه بتاخد جرعه واحده في التمرين، وحتى اللي ما بي يعني اللي عايز يتعاد معاه بنعيد معاه كتير لحد ما يفهم اسلوب اللعب. الحمد لله بشتغل انديفيدوال كتير قوي مع اللعيبه فردي، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن. ما يفرحوا النهارده ان شاء الله، بكره ان شاء الله عندنا الاستعداد لامبي ان شاء الله، لانها مباراه هتبقى هامه جدا ان شاء الله الرحمن باذن الله، نجيب الثلاثه بونت ان شاء الله ونجد الدوري ان شاء الله الاهلي باذن الله. اولا احب اشكر الجهاز الفني عشان هم تعبوا معانا، احنا كنا اول، حصل تعادل في ماتش دجله قبل اللي فات فنزلنا تاني، النهارده الحمد لله استعدنا المركز الاول، وده بفضل ربنا ثم الجهاز الفني وتعبنا. الثلاث ماتشات اللي عندنا دول دلوقتي كله قال لنا الثلاث ماتشات دول بالدوري اللي هو كان سموحه اسماعيلي انبي، الثلاث ماتشات دول انت ركستهم، انت خلاص كده ركبت الدوري وخلاص يعني انت كده اول. الحمد لله طبعا بشكر كل اللعيبه على المجهود اللي عملوه النهارده، كانوا كلهم الحمد لله رجاله، وبشكر طبعا الجهاز الفني على التعب اللي هو شغال يعني معانا، والحمد لله على الثلاثه بونت. واحنا يعني كل ماتش بنكسبه خلاص بننساه وبنركز في الماتش اللي بعده يعني. يعني احنا بنفكر ان احنا ان شاء الله ان المباراه الجايه دي يعني 50% من البطوله، وان شاء الله يعني نطلع كسبانين ومنصورين باذن الله. اولا والله الحمد لله نشكر ربنا على الاداء اللي احنا عملناه في الملعب، ونشكر الجهاز الفني ونشكر اللعيبه، كنا بقلب واحد والحمد لله ربنا ادانا على قد تعبنا وسهلنا الماتش علينا الحمد لله. الكابتن قال لنا المباراه عدت ناخد المباراه اللي بعدها، كل مباراه بناخدها بشكل احسن والحمد لله ربنا بيدلنا على في الملعب الحمد لله. حاجه لازم اشكر كابتن تامر والجهاز الفني كله، واشكر ابويهم لانهم بيتعبوا معايا جدا، ويعني كابتن تامر قبل الهدف يعني امبارح كان عمال يمرني عليه، والحمد لله ما خيبت الظن يعني جبت الجون النهارده. يعني انا من كابتن تامر على طول بيقول لي يعني قدر الكوره عشان تحطها صح، وقدرتها الحمد لله حطيتها صح. احنا اخذنا الماتش الاسماعيلي الاول بماتشه، واحنا اكيد مجهزين الماتش انبي لان ماتش صعب، وهو يعني منافس قوي يعني، فلازم نكون محضر له لاحسن تحضير. يعني اول حاجه اهدي الهدف لامي وبرده لابويا عشان ابويا ما يزعلش يعني، ويعني نفسي اطلع زي اكرم توفيق ان شاء الله.